وبنبدا معاكم باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، منها وصول دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الى العاصمه البريطانيه لندن للمشاركه نيابه عن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكه المتحده. كمان من ضمن الاخبار اللي حصلت امبارح، الحكومه نفت شائعه دخول مصر في موجات وبائيه، واكدت على ان الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما، ولا توجد اي امراض وبائيه في اي محافظه من محافظات الجمهوريه. كمان امبارح وزاره الداخليه نظمت دورات تدريبيه للعاملين بمراكز الاصلاح والتاهيل. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها وصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك للمملكة المتحدة. وخلال مشاركته في مراسم التتويج، هينقل مدبولي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للملك تشارلز الثالث وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة. امبارح نفت الحكومة شائعة دخول مصر في موجات وبائية حذرت منها منظمة الصحة العالمية، وشددت الحكومة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً، ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة لامتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير عن الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 29 إبريل لحد 5 مايو، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والأنشطة اللي قام بيها. امبارح نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل في مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشري. شارك في الدورة عدد 20 متدرب من الضباط والأفراد والمدنيين العاملين بقطاع الحماية المجتمعية. وبيعد تنظيم تلك الدورات استمرار للدور الرائد اللي بيطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي اختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير، وبيأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. أما في جولة المحافظات، ففي مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي منها توفير 53 فرصة عمل ضمن مبادرة مشروعك في المنوفية، وأيضا تم تنظيم مهرجان النحت على الرمال لأول مرة على شواطئ الإسكندرية. كمان امبارح في محافظات مصر تم الإعلان عن تنفيذ أعمال السوق النموذجي في قرية المطمر بأسيوط بتكلفة 5,750,000 جنيه، أيضا لانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى القصاصين المركزي في إسماعيلية، وأخبار تانية كتير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنوفية اللي أكدت أن فرص العمل اللي وفرها برنامج مشروعك خلال شهر إبريل الماضي بلغت 53 فرصة عمل من خلال تنفيذ 34 مشروع متنوع بتكلفة تزيد على 5,591,000 جنيه، وده في إطار دعم جهود الدولة نحو الاتجاه للتصنيع والإنتاج بما يتماشى مع الخطط التنموية اللي بتشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية. في البحر الأحمر هيستقبل مطار مرسى علم الدولي 128 رحلة طيران على متنها حوالي 25,000 سائح من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية الأسبوع الجاري، ومن المقرر وصولهم بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار. في قنا قامت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بفحص 581,780 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وده في إطار الخطة اللي بتتبناها وزارة الزراعة للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل. في الإسكندرية أعلنت المحافظة عن تنظيم مهرجان النحت على الرمال على شاطئ السرايا العام لأول مرة على شواطئ الإسكندرية، وهيبدأ المهرجان بكرة لحد 7 مايو ويستمر لحد 11 مايو الجاري.
وهيتم غلق الشاطئ على مدار 4 أيام مدة المهرجان حتى يتمكن المشاركين من استكمال أعمالهم الفنية. فأسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال إنشاء السوق النموذجي بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم على مساحة 1000 متر مربع وبتكلفة 5,750,000 جنيه، وهيتم تجهيز المحلات وفقاً لأحدث المواصفات لتلبية احتياجات المواطنين، وده ضمن المشروعات اللي بيتم تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة. في البحيرة شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد ولائحته التنفيذية، واستقبلت مراكز إصدار التراخيص 3469 طلب وتم صدور 460 ترخيص حتى الآن. في الإسماعيلية تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية ومد خدمات البنية التحتية لمستشفى القصاصين المركزي وتسليمها لوزارة الصحة، وده استعداداً للافتتاح الرسمي قريباً والعمل على بدء التشغيل التجريبي عشان تقدم خدماتها الطبية لأهالي مركز ومدينة القصاصين.